اسم أحد بيبان الإمامين الكاظمين عليهم السلام، وهو تسمية باب الأنبارين. هذه التسمية حقيقة عمرها تتجاوز 300 سنة، وهذه التسمية هي من الإرث والتراث والتاريخ العراقي. ومحلة الأنباريين الموجودة بالكاظمية هي من أقدم المحلات في بغداد، عمرها يتجاوز 800 سنة. والأنباريين هم من أول من بنوا السياج الغربي للإمامين. كل تشكيل السكاني في الكاظمية استنكروا هذا العمل، عمل لم يكن موفقا بإرادة شخصية ربما مدعومة من الآخرين. لذلك كانت الوقفة الأولى أنه استنكار. إذا لم تتحقق نتائج هذه الوقفة ستكون هناك إجراءات أكبر وأشمل وأكثر تأثيرا من هذه الوقفة. لا يمكن لأي شخص مهما كان ومهما على شأنه أن يطمس هذا التاريخ الذي معترف به من قبل كافة الجهات المعنية، من تراث وآثار إلى وزارة الأوقاف إلى وقف الشيعي خاصة، فهذا أمر مفروغ منه.